أطلقت مجموعة من النساء مبادرة تعنى بشؤون المرأة في محافظة درعا تحت اسم مبادرة جوري. وبدأت نشاطات مبادرة جوري عملهن بجهود ذاتية منذ نحو عام، حيث استطعنا إصدار ما سمي بالكتاب التفاعلي للأطفال بهدف تعليمهم من خلال رسوم كرتونية وتنمية مواهبهم العقلية وإبراز مهاراتهم وتعويدهم على القيام بالأمور اليومية بأيديهم. وتم توزيع هذا الكتاب على عدد من الروضات في محافظتي درعا والقنيطرة. خلود عسكر، مشرفة مبادرة جوري. المبادرة أول تاريخ تأسيس المبادرة كان ب 21/3/2016. جاءت فكرة المبادرة أو فكرة إنشاء المبادرة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ونظرا للحمل الثقيل الذي ألقي على عاتق المرأة بظل هذه الظروف، فقررت بعض الناشطات اللي هن ناشطات مبادرة جوري إنشاء أو عمل فريق مكون من 4 ناشطات ومنسق عام لتسليط الضوء على قضية المرأة بشكل عام ونقل المرأة من دائرة التحييد إلى دائرة الاهتمام. كما ونظمت نشاطات المبادرة عدة حملات للتوعية، منها حملة بعنوان العنف الأسري الأسباب والحلول، وحملة لأنك إنسان، والتي طرحت مشكلات التأخر في التحصيل العلمي، حيث تم تطبيق هذه الحملة في مدينة جاسم بريف درعا، وتم من خلالها إحصاء الطلاب فيها والعمل على إيجاد الحلول من خلال مشاركة مختصين نفسيين. وتعتبر مبادرة جوري واحدة من أبرز المبادرات النسائية في الجنوب، والتي اهتمت بقضايا المرأة على كل الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ودعمت إمكانية النهوض بقدرات المرأة والمساهمة بالنهوض بالمجالات التعليمية والصحية الخاصة بها.